لعلكم تتساءلون دائماً كيف تصل الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة إلى أهدافها من دون أن تتصدى لها دفاعات جوية؟ هناك إجابتان. أولاً، هناك ما يسمى بالمقطع الراداري العرضي أو البصمة الرادارية، أو ما يعرف باسم RCS، وهو اختصار للعبارة بالإنجليزية رادار كروس سكشن. هذه الخاصية تنتج عن عوامل متعددة، منها الشكل الهندسي والمواد المصنعة أو نوع الطلاء الممتص لموجات الرادار. يقول خبراء إن الرادارات مصممة لتكتشف الآليات كبيرة الحجم نسبياً، بينما تعد المسيرات بعيدة عن خطر الانكشاف تماماً كالطيور. المسألة الأخرى هي المواد التي تصنع منها المسيرات، فالرادار صمم من أجل تحديد الأجسام الحديدية، أما بعض المسيرات الحديثة فيصنع من الألياف الزجاجية. المسيرات أيضاً تحلق على مستويات منخفضة من أجل تجنب الموجات الرادارية التي صممت في الغالب من أجل التصدي لأهداف عالية. ثانياً، إن المقاومة في أكثر الأحيان تعمد إلى تشتيت منظومات الدفاع الجوية من خلال إطلاق دفعات صاروخية كثيفة بالتزامن مع إطلاق المسيرات أو بالتزامن مع إطلاق صواريخ دقيقة من أجل إصابة الهدف، وتكون مهمة الصواريخ غير الدقيقة تشتيت الرادارات فقط. وهذا ما يجعل الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية أمام معضلة صعبة.